أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون لله سبحانه وتعالى أخلة من هذه الأمة بعد الأنبياء، أم هي محصورة في الأنبياء الخمسة؟ كذا يقول. الخلة خاصة بالخليلين فقط. الله يحب المؤمنين ويحب الأنبياء والمرسلين، المحبة للمؤمنين كلهم والرسل والأنبياء بالخصوص، أما الخلة فلم تحصل إلا لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.